أهلاً وسهلاً، حياكم الله. معنا أحمد الهولي، حالياً في مدينة فالنسيا في مدرسة أوغاوا في إسبانيا. أنا هني في كورس مكثف مع الجمعية الأوروبية البوغي، وراح نقدم لكم مجموعة. اليوم راح أوريكم حركة ومهارة. هذه المهارة هي أودي هيجي كوداكي ناغي. راح نشوف هذه المهارة، راح أشرحها بشكل مبسط عشان تكون واضحة مع بعض التفاصيل البسيطة. اوكي، في حال ان الخصم يكون ماسك الرست مالي في ايدي مثل ما احنا شايفين، انا مني الحين بحاول اني اروح اسيطر على الخصم، بس انا محتاج اني استخدم الهرة. اوكي، لما يستخدم الهرة مع ستيب راح اروح لداخل هرة، ايدي تكون عند الهرة، اخذ ستيب للامام بهالطريقه، بعدين اروح احط الجست مالي على ايده، على الارم ايده اخذها كلها. من اروح راح اسوي تايت، اروح تايت مثل ما احنا شايفين، تايت وايد تايت، راح يكون على الايدي تايت على الالبو ماله على الكوع، وانا الحين من هني بهالطريقه راح اجيب ريلي هذه راح اقدمها من هني، ارجعها واحد اروح داخل. الحين من هني راح بدي ريلي اروح اخذها مع شايفين بالصوره مع المزيد من الضغط على المفصل ماله، واروح روهين مين يعرف اقدر استخدم اذا حاب الكتانه مالي او اني اخلص عليه باي ضربه بحيث اني انهي الخصم. هذه الحركه تعتبر المهاره من مجموعه وحلقه الايبوم ماي جوجيتسو. خليكم معنا، شكرا، يعطيكم العافيه.